يلا بينا، يلا قاعد لوحدك كده سرحان، الشيطان يوزك في سكة شمال، يفضل يقولك العب يلا العب يلا العب. حلوة يا زوبة، طعمة يا زوبة، اللي شافوكي قالوا أروبة، أكل بالي ليه في الدنيا. مين اللي يديكم المصروف؟ بابا. مين اللي يوديكم المدرسة؟ بابا. مين اللي يشتري لكم ملابسكم؟ بابا. تحبوا بابا ولا ماما؟ ماما. كنت عارف بس قلت يمكن قلبكم يحن. طبعا مالك حالك محش، ما كنتش المحش، اجيب لك طرش، ما كنتش الطرش، ما تتأمزحش، عايز اروح ما تروحش، لا انا مروح ما تروحش. يا حتة مرنج لسيري والحشو شوكولاتة، شوكولاتة الناتة كوناتة، نفسي يا بنت الايه اكلك حد. شو بدك تغني لنا؟ شعرات ولو. يلا غني. شعرات ولو. اه. عيون ولو. لو. وحواش بغلو. لو. وراسة ولو. الناس اللي عماله تسال انت مين انت مين انت مين، مين البنت اللي مطلعاها معاكم في الفيديوهات دي؟ اقسم بالله انا اخت رمضان دي، انا ما اعرفهاش. السلام عليكم. بعتني انت هتقول يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي يا خرابي. شرف ابوكي لو فتحت بقك بكلمه لقطم رقبتي حنفي. ايوه تعب لي كده، انت عارفه ان كلمتي مش ممكن تنزل الارض، مش ممكن اعيش من بعدك، ده خيالك جنبي ليلالي، وبقول لو ربنا ياخدك كنت اعمل ايه يا حياتي. ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي. معكوس منحوس ملبوس مدروس، عمرك ما هتبقى راجل ابدا ابدا، طول عمرك هتصرف كده. يوه يا ست بقى، ما خلاص انت هنا بقى، انت اخدت فلوسي وخلاص، وانا كنت عايزها امسك في خناقه وتبقى مشكله. شبح اسد وسط الغابه وتبح، قدامه ناسيه ماسكها اتنبح، قبل سلاكن بيبيع وسبح، شوح وجالي كان عامل عرجوز رضيته. عايزك ترفع راسي لفوق ان شاء الله يا ابوي. شوف عايزك كده ترفع راسي لفوق، ربنا يقدرني يا ابوي. حياه اللي خلفوك يا خلف ترفع راسي لفوق. ما قلنا هنرفعها هنرفعها يا ابوي. انا عمري ما نسيتك، انا ما صدقت لقيتك، وبتسال لو حبيتك وانا دايب فيك، شايفني جاي لك دايب وجايب لك اسمعك يا ابني. لا قمت ميدي. عملت له ايه؟ ليك صحاب؟ انا يا مروان بس. صح اه مروان بس. طب ومحمد؟ محمد لا ما عنديش. ما عندكش حد اسمه محمد؟ ايه ده، استغفر الله العظيم يا رب. انا جبت الميكانيكي يصلح الماتور، عامله من التجمع وهي اصلا من العبور، فاكرها برج الحوت هي اصلا برج الثور، عمل اللي عمله وبوظ الماتور. بس اكتر من كده يبقى خاطر، انا في لحظه ضعف وممكن انهار. ابوس ايدك انهاري. يا بنت يا صباح، انت بنت مزاكي ها؟ ايه؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الاي. ايه 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 لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت امك كده جنب الفرن جاتك نيله. انت قاعد انت. ايوه يا فندم. قولي كلمه بتبتدي بحرف الاي. انسه من يا اخويا. قوليلهم يا لهوي كده. يا لهوي. لا مش كده، فين الدلع؟ مساء الخير والسعاده على السكر الزياده. مساء الخير، مين حضرتك استاذ؟ انا حزلقوم. شو حزلقوم؟ شو على فكره شو كمان، وهكتب عليكي حالا. هو حضرتك تركيه؟ مش امك بتيجي عندنا؟ الله ايه اللي امك بتيجي عندنا؟ الله، ولا امي تيجي عند امك ولا امك تيجي عند ابويا يا سيدي، اجري مالكش دعوه.
ولو العافية ورايا مافيا 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 بس مالناش فرقة زي 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 من جوايا نية صافية 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 وبيضة مية 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 مافيا 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 شبح أسد وسط الغابة وطبح قدامه ناس ياما صوتها اتنبح قبل سلاكن بيبيعوا سبح شوح وجالي كان عامل أرجوز رضيته ده مقلب احنا عاملينه في فريدة مقلب مخلين باباها يزعل يعني ايه يعني انت بتستعبطي بس انا اسكت ليه مش عارفه ان هي بتتصور طب ما طب ما انا ابوكي تضربيني بالمقشه هتضربي ابوكي بالمقشه عشان خاطر امك طب اهو فريدة هضربها هضربك اوعي اوعي هضربها ده بابا يا فريدة عشان خاطر ماما ده انا ابوكي هي بتزعقلي مش هي بتزعقلي مش هي بتزعقلي روحي طبطب عليها وقولي لها معلش روحي طبطب عليها الجنين. انا لما حبيبتي هتكبر والنعمه لا تاكل الجو في جمال كده الله اكبر يا دوبك ابربش تحلو كفه والبنات في كفه اتولدت بس بسافلت يومها كان بيبي في المستشفى ويا